نحن مشان هيك امبارح دعينا جميع الوسائل الاعلاميه انه يجوا على المستشفى، فتحنا كل الغرف كل الابواب حتى الخزائن فتحناهم اليوم لحتى تجوا نعمل فتله بكل المستشفى ونشوف. نحن المستشفى عباره عن طابقين تحت الارض فقط. بلشي هون عمري 12 سنة، يعني صار 38 سنة هون، ولا بحياتي توقعت انه نوصل لهيدا النهار انه يقولوا في شيء تحت المستشفى، ولا ممكن يعني. أول شيء مستشفى خاص هيدا، لدكتور فخري علامي الله يرحمه، هو مؤسسه، ما خاصة بأحزاب، ما خاصة بشيء، فما بعرف شو الخبرية اللي طلعوه.